الاشخاص بس اللي عم تسمعنا لتفهم شوي بس عن هيك الدايجنوسيس تبع الحاله، انه الاشخاص اللي بيبقوا عندهم خوف او قلق اجتماعي هن الاشخاص اللي بيحسوا حالهم انه بمحل ما غيرهم احسن منهم، سو بيضلوا يجربوا قد ما فيهم يكونوا بيرفكت بالقعده الاجتماعيه، يعني بدهم يقولوا شيء البيرفكت، بدهم اذا عملوا برزنتيشن بدهم يقولوا شيء بيرفكت، ممنوع يغلطوا، اذا بدها تسمع لهم المعلمه لازم يكونوا عم بيقولوا كل شيء بيرفكت، ولانه الانسان ما فيه يوصل للبرفكشنزم، لانه لو شو ما عملنا بدنا نغلط، لو شو ما عملنا انه هذا الشيء ما بنقدر نحققه. It's a part of being a human being. 100%. سو كرمال هيك هذا الشيء بيسبب لهم عبء كثير كبير. كل قاعدة اجتماعية بدهم يحضروا لها من قبل كتير كتير كتير، بقلب القاعدة بيتوتروا، بيفكروا الناس كل الوقت عم تطلع عليهم، عم تحكم عليهم، بيضلوا مركزين على كل كلمة بدهم يتنفسوها بدهم يقولوها، وهذا الشيء بيخلق لهم انكزايتي بزيادة، فيا أما ما بيروحوا أو إذا راحوا ما بيكونوا على طبيعتهم، ما بيكونوا هن حالهم، وكل الوقت براسهم الناس عم بيحكموا علي، عم بيفكروني إنه أنا ما بعرف بزهق، أنا ما بعرف، أنت شو الثوتس اللي كانوا يجوا على رأسك؟ I'm not good enough. مني جيد، ما في الكفاية. كنت كتير فكر إنه perfectionism هيدا كانت أول شيء عندي دائما. إذا شغلة مني أكيد منها ما بقولها، فعشان هيك كنت كتير يعني high expectations، كان إذا حدا حكي شغلة غلط مثلا قول عنه شو الأهبل مثلا، which is something كتير wrong. فبنفس الوقت انا بينت وين ان انسكيور فيها، لانه بس انا ما احكي شيء عشان ما بين ان انا اهبل او انه ما بعرف. فيا اوكي. وسو كبرت معك بايام المدرسه، yes. اثرت على السوشيال اوتينج، يعني اثرت على ظهرياتك، على قعداتك، على ولا لا، ولا كنت تظهر مع اشخاص معينين اكثر من غيرهم؟ كنت اكيد اظهر مع اشخاص معينين، يعني اللي بتعرفهم يعني اكثر. اوكي. ما كنت احكي مع ماي جيرلز سكول ميت ابدا، ولا بنات كنت احكي معه تو بي اونست. لا. أوكي. كنت يعني يصير في انتراكشن بيني وبينه عادي رواق، بس انه يكون رفقه ما رفقه لا، كنت ما بعرف، كان يجيني خوف، كان يجيني، كنت ضلني انكشس. مع رفقات الشباب يعني كنا حتى هلا حاليا يعني بنقعد وبنضحك وبنسولف وعادي نورمالي، يعني على عكس اي فيل مرتاح وبس ماي سوشيال انكزايتي منها موجوده حتى حدهم يعني. والصبايا يعني لانه اللي عندهم اجمالا سوشيال انكزايتي كمان بخافوا يتعرفوا على بنات، يعني يكونوا بريليشن شيب، يصاحبوا، يظهروا اكسترا، كانت تاثر عليك هذا الموضوع كمان؟ صراحه كنت في يعني بالسكول مرة صار هيك موقف، بنت كنت يعني هون بلشت انه اتعرف عليها ورفيقتي، فصار شيء والله صراحة ما بتذكر بالضبط شو صار، بس بيجيني واحد بيقول لي يا انت بتحبها، وهون اي عمر كنت؟ بكات يعني او صغير. صغير صغير. كنت صغير. فهون راحوا لعندها وقالوا له وبلشوا يصرخوا ويقولوا بكل محل انه بحبها وبحبها بحب. وراحوا قالوا له بس شافتني she gave me that look وقالت لي انا بعرف، فانا هون this was the worst the يعني worst the worst. زادتين دجا انت هيك anxious بعد انه كانه كل العيون عليك يعني. بتعرف من وين جاي social anxiety برأيك؟ يعني انت من وين بتحس جاي؟ to be honest هلا هي فيها تكون part وراثية، فيها تتولد بالمدرسة، فيها من البيت، فيها يعني بكل ال interactions مع people، فيهم يأثروا على هذا الموضوع انه فيهم يخلوا عنا السوشيال انكزايتي تتولد. صحيح صحيح. فا في عندكم بالعائله سوشيال انكزايتي؟ هلا تو بي اونست برات العائله اي دونت، يعني كبارت اولاد عمو للبابا وعمومه وهيك اي دونت ريلي نو، بس حسب ما عم شوف اي هاف ماي، يعني يمكن مش كتير بس ماي ليتل سيستر شوي. يعني مثلا اذا بقول لها روحي لهون او ماما بتقول لها روحي لهون ما بتقبل، ما بدها، she doesn't want to interact with people،
تتوتر يعني كنا part of نتخبى بحجة انه نحن منستحق which is no. في part بيستحق اوكي okay. في part الباقي كله يعني kind of 20% بيستحق 80% خوف او سوشيال انزايتي. بس للاشخاص اللي لا تعرف تميز شوي بين الشخص اللي بيستحي والشخص اللي استحى مرات يعني شيء نورمال بتطور الانسان وهيك. واصلا نحن الانسان شوي بحاجه ليستحي، خصوصا الاولاد الصغار بحاجه شوي ليستحوا، لانه اذا ما استحوا ساعتها حيلا حدا غريب بيروحوا معه. سو الاستحى عندهم بنسميها بوزيتيف فانكشن. بس الاستحى مع الوقت بيروح، كل ما الانسان كبير بيتخطى بيتقدم بيتحسن. بس إذا منشوف الإنسان اللي كل المراحل عم يضل نفس الشيء مرافقته، بطل هذا الموضوع استحى، صار موضوع anxiety social anxiety. ومثل ما عم تقول أنت، بينوجد social anxiety أو حل مشكلة نفسية بتنوجد وراثة طبعا، يعني بيبقى حدا بالعيلة أم بي خال عم يعني نورتها yes. طريقة التربية بلا ما يحسوا الأهل. ونحن عنا مجتمع دايما بهمه العالم yes. شو تقوله عنا العالم وشو تقول الجارة والعمة وهي.